السلام عليكم. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن التاسك وقلنا عباره عن instruction grouping to make a new fork والتاسك ممكن ترتيرن ريزلت لو هي completed the operation. النهارده هنتكلم عن ازاي نكنسل التاسك. احنا هنكنسل التاسك باستخدام حاجه اسمها cancellation token source. ايه cancellation token source؟ ده عباره عن بدي سيجنال بقول له ان انت التاسك السليم متسجل على التوكن ده انها should be canceled. ايه التوكن ده؟ انا كلها التوكن ده حاجة كده زي تعريف كده او مصدر بقول له انا حاطط التوكن في اي تاسك والتوكن وقلت له في اي وقت ان cancel هيشوف مين التوكن المربوط على الكونسليشن توكن ده هو ويروح واقف. طيب خلينا مش فاهمين قوي، تعال نجرب ونكتب كود على طول. والله انا هروح اعمل ايه بقى؟ هاجي اعرف كده اهوت واقول له var cts equal cancellation cancellation token source cts equal new cancellation token source in. بعد كده هنا اقول والله عرف لي var token equal cts dot token. جميل جدا. تعال بقى نعرف task، نقول var t1 equal new task. تمام، زي ما احنا شفنا تعريف task المرة اللي فاتت كنا نعملها كده او نعملها task dot factory dot start new. جميل جدا. نقول والله هنا هعرف هنا integer i equal 0 ون while true. اعمل لي ايه بقى؟ اعمل لي ايه؟ اعمل لي والله cw هنطبع ونقول هنا لف تاسك تي 1 معلش ده تي وروح من هنا اي بلس بلس. جميل جدا. وقول هنا عرف لي حط لي هنا التوكن، معلش انا هغير هنا اسمه خليها التوكن تمام عشان بس يبقى ماجنيفاير نيم. جميل، وهعيد نفس التاسك دي تاني واخليها تي 2 وانه هنا هما الاثنين متعرفين على نفس التوكن دهوت. قول والله cts dot cancel، بس ده مش هيحصل الا لما اقول ان انا مثلا console dot read key console dot read key read key روح مني اعملني cts.cancel. جميل جدا، بس انا هعمل thread sleep عشان بس ميبقاش بسرعة واخليه يعملني هنا الف شرح اشوف الارقام بس. قوله هنا جميل جدا. حلو، تعال نشوف، تعال نجرب كده. ما اشتغلش طبعا عشان نسيت تعمل حاجة مهمة. ايه هي؟ ممكن تعمل تي 1 دوت ستارت تي 2 دوت ستارت. طبيعي انه ما يشتغلش، ما قلتوش يبدأ اساسا. أيوة هو أنا هنا غلطان تي تو جميل جدا. أنا دوست كي مع ذلك هو موقفش. ليه؟ لأن أنا كان المفروض عشان هو يقف، هو أنا فعلا عملت كنسل المفروض إن هو ينام يشوف التوكن، بس أنا ما عملتش حاجة إنها تعمل كنسل. طب إزاي هننفذ الكنسل؟ قال لك والله إن أنت تعمل حاجة زي كده.
لازم تقول له ايه. قول له هنا دي واحده من الطرق: if cts dot is cancel requested, is cancellation requested. حصل ان cancellation requested هروح لمين هنا؟ ايه هنقول دي cw ان هنا cancellation requested requested واعمل هنا break. طبعا انا هعيد في التو تاسكس مع بعض، ان هذا كمان في تاسك 1 واقوله هنا مفروض هنا ادي تي 1 برضو عشان يبقى مع بعض ما نتوش، وادي تي 2 نعمل كده وندوس F5 ونشوف. انا هدوس دلوقتي انتر، قال لك فعلا تي 1 cancellation requested وتي 2 cancellation requested، وقف الكلام ده كله. قال لك طيب ايه كمان؟ قال لك والله ده في طريقة تانية. قال لك ان انت ممكن تعمل حاجة جدا اسمها تعمل كده، تعالى نعمل كومنت على دي ونكتب حاجة اسمها token dot if cancellation requested token throw. تمام، جمع بين الاثنين. بقوله هنا ايه؟ to throw exception now a cancellation requested. طلعنا من هنا نفس الحكايه، ده عملنا في تي 1، طلعنا برضه فين؟ في تي 2، طلعنا ده كومنت ونقول له هنا نفس الحكايه token throw if cancellation requested. ونشوف تاني، تعالى بقى انا عملت انتر وفعلا هو واقف بس ما طلعتش اي رساله. طيب قال لك هو انا ما ينفعش وهو بيعمل هنا بيعمل ستوب اني انا اروح اعمل ايفنت مثلا، يعني مثلا ابعت ميل مثلا اني حصل عند ات سمثينج بوينت حصل ان انا عملت ريكوست للكانسليشن، يعني اكشن انت بتعمل حاجه بتعمل تاسك ومستني ريسبونس، ريسبونس ما جاش فقلت هتكنسل. قال لك والله دي سهله جدا، قال لك في حاجه اسمها توكن دوت ريجستر، بترجستر ايه يا عم؟ بترجستر كول باك، اكشن كول باك. وتقول له هنا ونقول له هنا ننزل ده هي ونقول والله سي دبليو. تمام، تاسك كانسلد please send email to admin. جميل جدا، ونجرب تاني. تمام، انا ادوس انتر، قال لك task cancellation عملت register please send email to admin، واقدر اعمل الكود بتاع الايميل فعلا واروح ايه بعده. طيب لو انا لغيت التوكن من تاسك 2، وطبعا هلغي السطر ده كمان ونشوف، هل لما هنادي سيتي كانسل هيلغي لي تي 2 ولا لا؟ انا دلوقتي المفروض ان انا لغيت من على تاسك 2 التوكن، تعال نشوف. ماشي، دوست انتر فعلي تاسك كانسل please send email to admin وتست تي 2 مكمله لان انا اساسا ما حطيتش عليها توكن. يبقى هنا بمنتهى البساطه انا بقول والله ان انا اقدر اعمل كنز، حابب استخدم التوكن ده هو كحاجه زي يعني بقول انا عندي كل مجموعه تاسكات هديها توكن معين بحيث ان انا في اي وقت ممكن اروح الغيهم كلهم مع بعض at the same time بالتوكن ده هو التعريفي، حاجه كده تعريفيه. تمام، طيب اتمنى تكون استفدتم من الحلقه، ولو في اي تعليقات ارجوكم تسيبوها في الكومنتس وان شاء الله اجاوبها عليكم.